بالنسبة لإن التكلفة بتاعت الميك اب بقت عالية قوي، جدا. فمش لازم كل بنت أو كل سيدة يبقى عندها كل أنواع الميك لا اب، لا ممكن لا إمكانياتها خالص، ما تسمحش. بالظبط. فإحنا عايزين نديها فكرة أو تريكات كده، سر بقى من أسرار الميك اب، تمام. تستغنى عن حاجات يعني دلوقتي لازم الفونديشن، الكونتور، الهايلايت، التانت، الحاجات دي كلها عايزين نختصرها ببساطة، نبسط على الناس وفي تمام. نفس الوقت تبقى عاملة كل حاجة هي نفسها فيها. طيب انا دلوقتي لو انا ميزانيتي محدودة، انا كطالبة مثلا او لسه صغيرة او كده، بالظبط ومش عايزة، حتى لو انا مش عايزة اجيب كميات كبيرة في في الاول، حاجات انا اهم. بجرب، فانا هعمل ايه؟ انا هشتغل الاول بالكنسيلر، ان هو حاجة خفيفة بجيب منه لونين بس، لون درجة بشرتي ولون فاتح، ده اللي انا بحتاجه، ان انا هعمل بيه فاونديشن وهعمل بيه الكنسيلر. الفاتح طبعا في الاماكن اللي هي بالظبط بالظبط، وكمان الغامق نفس لون بشرتي انا بكنسل بيه لو في عندي هالات او كل الكلام ده. فانا بقى ولا كده ولا ما جبتش كونتور ولا فاونديشن ولا، انا استخدمت حاجتين بس عملت بيهم فول ميك اب. تمام. حلوة الفكرة دي، توفر بالظبط. ممكن كمان الحواجب، تعمل بيه الحواجب. بنضف بقى تحت الحاجب بالكونسيلر وكل الكلام ده. لو انا بقى يعني ممكن تجيب هي مثلا باليت واحدة، هي بقى بتجيب باليت فيها بتاعت اي كل شادو، الكالرز اللي هي بتحتاجها في بالظبط وشها هعمل منها اي شادو للحواجب، هنا. هعمل منها اي لاينر وينج كده بالاي شادو بالاي اسود، شادو، زي ما بالظبط كنت لسه بقولك، بالاي شادو بيتعمل زي بالظبط، هعمل الايلاين. منها كونتور، هايلايت هنا، كونتور هنا، عشان بالظبط، البنات اللي مش وبلاشر، فاهمة الاماكن. يعني من باليت واحده انا اقدر اطلع لوك كامل. ممكن احط بيه روج طبعا ممكن اعمل بيه كمان تحديد. تحديد للشفايف بدل الكريمي او بدل القلم، لو انا ما عنديش القلم فاقدر بالبراش اعمل تحديد حلو جدا، فده ممتاز. احنا افكار حلوه طبعا بالظبط هنستفيد منها كلنا، توفير طبعا ماديا بالظبط وتوفير خبره كمان اللي ما عندهاش خبره، لان بالظبط. مش كل البنات تعرف كل التفاصيل، وكمان بس انا بتقرا مثلا او بتشوف فنانات حاطه، مظبوط، فتجري تجيب الحاجه اللي بتعملها وده ممكن ما غلط، تعرفش تستخدمها. بالظبط وده غلط. وحتى لو انا ميك اب ارتست يعني مبتدئه مش هجيب كل حاجه، برضو ده سؤال كنت عايزه اقوله لك، بالنسبه بقى الميك اب ارتست لسه هتبدا ما بالظبط عندهاش الامكانيه الماديه انها تجيب كل الادوات اللي هتشتغل بيها، بالظبط. تنصحيها بايه؟ اهم الحاجات اللي ما ينفعش تشتغل من غيرها، بس ممكن تشتغل يعني ممكن تكمل تمام. لحد ما تقدر تشتغل شويه وتعمل طبعا يعني امكانيات ماديه وتشتري كل حاجه، تمام. ايه اللي ما تستغناش عنه؟ ايه اللي لازم تمشي بيه؟ بصي احنا في الاول مش هنجيب لكل نوع بشرة لون، ده مكلف جدا. بالنسبه للميك اب في ارتست. برودكت كده بيبقى لونه ابيض وبيبقى لونه في كذا لون، يعني ان انا عامل التون بتاع البشرة، فانا هجيب اللون الابيض ده وهجيب الاحمر، فيه هو احمر الناس هتتخض شوية، بس احنا بنعمل ميكس لدرجة البشرة، لو خلطنا الاصفر مع الابيض والاحمر بيدينا درجه الجلد، فانا ممكن اجيب ده، انا عملت مليون ميكس، لو زودت الابيض بفتح الفونديشن، زودت الاحمر فانا بدفي. حلوه دي، لعبه فنيه جامده بالظبط جدا، بس بالظبط يعني محتاجه حد يتعلمها. بالظبط. بس هي انا بسيطه وسهله بس عايزه خطوات. بالظبط، او لو انا مش حابه الموضوع ده مش هجيب بقى مليون حاجه، فانا هجيب فونديشن يبقى غامق، يعني او درجه الخمريه الغامقه، وفونديشن فاتح، بحيث ان انا بقى اقعد امكس فاجيب الدرجتين بالظبط، البشره الخمريه والفاتحه عايز وكل الكلام تركيز. ده. احتجت الفاتح بقى بشتغل بيه، احتجت وطبعا اي المتوسط، ميك اب ارتست لازم تتعلم شويه وتتفرج على فيديوهات كتير مظبوط. انا واكتر من محتاجه بس خبره عشان تاخد فونديشنين بس كده. بس طيب همكسهم، في روتين ليلي للبشره البنات او ستات مظبوط تعمله يريح البشره في خلال النوم؟ بالظبط، ده لازم اصلا مهم جدا. اهم وكمان حاجه نشيل الميك اب، طبعا ده اهم ده حاجه. استحاله ما حدش ينفع ينام بيه خالص. وفي حاجه برضو هي مع الميك اب، بنت تقول لي انا بهتم برموشي جدا فبحط لها زيت، ده بره الميك اب، بس انا كميك اب ارتست بقول لها اللي انت بتعمليه ده غلط غلط جدا. كمان انا لما باجي احط لك ماسكارا او كده، الماسكارا ما بتثبتش حتى لو هي ووتر بروف، ده غير لان ان في طبقه هيعمل لك زيت اكياس دهنيه مع بيكتم الوقت. المسام، بالظبط. فمش ان وبيكون انا اكياس دهنيه. افرط في الاهميه قوي في بشرتي اذيها، فبلاش الزيت على الرموش تماما. بهتم ببشرتي جدا جدا جدا، كمان العروسه قبل فرحها ما ينفعش تجيلي تعمل باسبوع حاجات تبقى عامله قبلها، مثلا وكس في وشها، تنظيف بشره بيعمل عميق، التهاب واحمرار والحاجات دي، ده لازم قبلها بفترة البشرة ترتاح. بيهدد ثبات الميك كتير اب قوي كمان، ما بيعملوش كده. ما ينفعش خالص.